مهاراتنا المشتركة لتطوير علاقاتنا فيما بيننا، وأنا أؤمن بأننا نستطيع أن نعزز علاقاتنا وتعاوننا. إخوتي الأعزاء، فإن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج قد شهد تطورا خلال العقدين الأخيرين ب13 ضعفا، حيث بلغ 23 مليار دولار. كما أنه من المهم جدا أن يتم تنفيذ الاتفاقية التجارية الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي أيضا، ثم أنه مصر بالنسبة لنا أيضا أن نرى تركيا وجهة سياحية مهمة بالنسبة إلى دول الخليج أيضا. وقد تم عقد 5 اجتماعات للآلية الوزارية للحوار الاستراتيجي، ونحن نأمل بأن يتم عقد الاجتماع 6 في الربع الأول من عام 2024، وتركيا مستضيفة لهذا الاجتماع. ونحن نولي اهتماما كبيرا بالمشاريع المتعلقة بطرق النقل والتي توصل دول الخليج إلى أوروبا أيضا، وكذلك يمكن أن نتوج علاقاتنا من خلال التعاون في مجال الطاقة. وأصبحت تركيا ملاذا ووجهة آمنة بالنسبة للاستثمارات الدولية أيضا، وقد شهدنا تطورا مهما جدا على أساس الأمن والثقة في المجال الاقتصادي. ولا شك أن مجال الصناعات الدفاعية العسكرية قد أكدت مرة أخرى في خضم التطورات الأخيرة مدى أهمية التعاون في هذا المجال أيضا. لذلك إن قمة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية المشتركة التي عقدتموها في الرياض، من خلالها صرحنا بموقفنا الواضح في دعم إخواننا في فلسطين. إن موقفنا المشترك فيما يخص فلسطين وغزة أظهر مثالا يحتذى في حل المشكلات المشتركة في المنطقة، وإن متابعة القرارات المتخذة في القمة أمر مهم جدا. إن مجموعة التواصل في وزارة الخارجية أجرت العديد من التواصلات وستواصل تواصلها هذا، وفيما يخص الهدنة الإنسانية قصيرة المدى تبادل الأسرى، فإن المساعي القطرية نتلقاها بالتقدير. طبعا هذا كنا نتمنى أن يتحول إلى وقف إطلاق النار دائم، لكن هذا لم يتحقق. إن إدارة نتنياهو ولإطالة عمرها السياسي تضع أمن منطقتنا ومستقبلها بأسره في خطر. إن 17,000 من الأبرياء الفلسطينيين مقتلهم وأكثرهم من النساء والأطفال هو جريمة إنسانية وجريمة حرب. إن هذه الجرائم التي تقوم بها إسرائيل يجب أن لا تبقى دون عقاب. نحن في تركيا ولإيصال المساعدات إلى المنطقة نزيد من مساعداتنا. حتى اليوم 12 طائرة وسفينتان مدنيتان محملتان بالمساعدات أرسلتا إلى العريش وأوصلت، ومرضى السرطان والأطفال وغيرهم من الجرحى وفرنا السبل لنقلهم إلى تركيا. أولويتنا هي تحقيق إطلاق النار الدائم حالا وإيصال المساعدات دون انقطاع. ومع التطورات الأخيرة فإنه قد ثبت مرة أخرى أنه لا مناص من تأسيس دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمة القدس الشرقية. وفي هذا الإطار فإننا مستعدون، أود أن أعبر وعبرنا بالفعل عن أننا مستعدون لاتخاذ خطوات وبما فيها الضمانة. وإن تحول الأزمة في فلسطين يجب أن نحول دون تحولها إلى أزمة إقليمية تشمل سوريا أيضا، وإن أكبر عقبة أمام استقرار سوريا هي العناصر التي تهدد وحدة الأراضي السورية وعلى رأسها PKK و BYD
وواي بي جي وغيرها من العناصر الإرهابية. إن هذه المنظمات الإرهابية وتجاه مساعيها لوضع واستلاب اعتراف بشرعيتها يجب أن نكون متيقظين. فيما يخص سوريا فإنه وبخصوص القرار قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة رقم 254 فإننا نأمل ونهدف إلى تحقيق الأمن ولتحقيق العودة الطوعية والآمنة يجب توفير الشروط اللازمة. كل العناصر ندعوها إلى التعاون في هذا الإطار. إخواني الأعزاء، إن قمة الأعمال مجلس التعاون الخليجي نتابع فعالياته لزيادة التعاون بامتنان، وفي وبإزاء هذا التطور فإني أعتقد أن هذا الاجتماع سيفتح آفاقا جديدة، كما أنه سيسهم الكثير بتواصلنا مع منطقة الخليج والتعاون الاستراتيجي. وأعبر عن استعدادنا لذلك وأؤكد على هذا مرة أخرى بهذه الأفكار إذ أختتم حديثي، فإنني أشكر إخواننا القطريين وإلى جانبهم كل من له سهم في تحقيق هذه القمة. أتمنى من الله التوفيق لنا جميعا، وأتمنى أن تكون اجتماعنا هذا وسيلة للخير. أهلا وسهلا.